Bonjour, Anna, اسمي وسام روكوز. صار معي اكسيدون موتوكروس لو 10 اوت 2014، ضرب لي السباينال كورد بظهري وسبب لي بشلل نصفي على من نيفو صدري ونزول، يعني براكتيكلي في 15% من جسمي هلا شغال. بعد 4 اشهر ما قعدت بحنيس قررت انه دو نوت ليت داون. بعد 4 اشهر اقعد احكي مع حالي كيف وما بعرف شو، فهمت انه خلص يعني وسام روكوز اللي لو 10 اوت 2014 مات وهلا خلق بجسم جديد وبده يتاقلم عليه. سو اول شغله عملتها نزلت جبت سياره، غيرت عربيتي لان كانت فيتاس، وجبت عربيه عدلتها لاقدر انزل على اعمل فيزيوثيرابي تبعولي باوتيل ديو، وبلشت فتش على طريقه اول شيء لاقدر امشي فيها. اول شغله طلعت لقينا طريقه يلي هو ريووك، اتس ان اكزوسكلتن روبوت. هيدي نحن 400 ريووكر بالعالم. بس رحت على فرنسا على البريتاني سانتر كيرباب وتمرنت عليه شهر انا والكينيه تبعولي ناجي الشربوني، جبته على لبنان وصرنا ماشيين عليه بسنه ونص 120 كيلومتر. جبت بسكليت هاند بايك وعملت فيها 1600 كيلومتر باقل من سنه، يعني مثل هون لروسيا. وبعدين الشتوية الشتويه في كرسي سكي بلبنان، عملت كل السيزون سكي، طلعت على البيستات اللي كنت اعملها قبل، ولا كنت تخيلت بحياتي انه حقدر انا ارجع على تريسياج واطلع اعمل سكي. وكنت عم بسبح، اكيد عم بسبح تحت المي، لانه انا تحت المي اريح للسباحه ما لانه من الكراول، لانه كرمال ظهري عندي سيفوز. انا قبل كنت بطل لبنان بالراليات وكنت اعمل كثير اكستريم سبورتس، وكنت اعمل سكي ومنهم كنت اعمل دايفنج، يعني كان معي شهاده ادفانس دايفنج ونايتروكس بقى. سو بتصور الاكليب حيكون هين، رح نعمل تيست بالبيسين وبعدين حننزل نغطس بالبحر. انا بتمنى لها لمسس كولات حداد كل التوفيق، وبتشكركم كلكم. ان شاء الله بنشوفكم بالايفنتس بعد، زي ما راح ما كنت اقدر بهيك تكون بهذا الايفنتس لانه كان اوريدي مربوطين بايفنت تاني بالزارور. انا بقول لكم ميرسي كثير على كل شيء، وبليز اي شخص بتعرفوه مقعد او عنده مشاكل نورولوجي ما بيقدر يمشي او ما بيقدر يتحرك، قولوا له انه بيقدر يعمل كل شيء اذا عنده الويل، يعني ما في شيء بوقفه اذا عنده الويل.